مصادقة على زوج نقاط اللي زاد في جدول الأعمال ديال الدورة، دورة أكتوبر لزياد سوس مسا، كانت هناك 23 نقطة، والنقاط الأولى كتعلق بالميزانية ديال 2019 اللي فيها تقريبا 650 مليون ديال الدرهم، اللي الجول ديالها 86% غادي يعني الاستثمار. وهناك عدة اتفاقيات في الجانب الاقتصادي، كاتفاقية مع الوكالة الوطنية لتربية ديال الأكوا كولتور، وهناك يعني اتفاقية مع الشركة العربية للشركات للطيران. هذه ديال واحد ثلاثة ديال الخطوط، يعني من أكادير طنجة، من أكادير الباس، من أكادير الرباط، ب 300 درهم ذهبا و 300 درهم إيابا. وهناك كذلك دعم ديال واحد العدد ديال الجماعات. جمال ديواني رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، اليوم في هذا اللقاء اللي هو دورة أكتوبر لمجيد جهاد سوس مسا، اللي كيكون مناسبة سنوية لتقديم ميزانية المرتقبة للسنة المقبلة لسنة 2019. وهذه الدورة تتميز أيضا بمجموعة اتفاقيات اللي كتهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجانية. الدورة العادية ديال أكتوبر ديال مجلس الجهة، يعني المواضيع كيما شفتوا مواضيع عدة، بالخصوص المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي اللي كانت عنده الصفة الغالبة في هذه الدورة هذه، كيما شفتوا خصوصا موضوع ديال الفيضانات اللي طرح إشكال كبير ديال من يتحمل المسؤوليه في الفيضانات والخسائر كبيره في الارواح ديال الناس ديالهم المشاكل اللي ترتبوا عليها. يعني هذا المشكل كيبقى يعني التنسيق ديال الادارات ما بين الجهه، المشكل ديال الحوض المائي، والمشكل ديال الجماعات المحليه، مشكل كبير. هو دابا كيف شفتوا العديد من الجماعات المحليه اللي هي في الاغلبيه ديالها اللي كتكون متضرره، كتكون جماعات قرويه ما عندهاش موارد ننظروا. يعني هذا هو المشكل اللي تطرح اليوم بقوه، وشفتوا النقاش كان قوي بزاف. رئيسة الحركة الأصل المعاصرة، فاليوم دوزنا دورة أكتوبر، وكما كنعرفوا جميعا أن هذا دورة أكتوبر هي اللي فاش كتقدم مشروع الميزانية ديال السنة المقبلة. وحنا سجلنا مجموعة من الملاحظات، أهمها أن هذه الميزانية ما تتلقاش الطموح اللي صدرناه، لأن جات وأن ندبروا أزمة تدبير آلي، في حين أننا انتظرنا أنها تضم تنزيل مجموعة من الهياكل المهمة اللي منصوص عليها في البرنامج التنموي، خصوصا أن دار 3 سنين عبارة عن منتصف الولاية، يعني حنا زمنيا قطعنا نصف الطريق زمنيا، وكان المفروض ترتفع على مستوى الإنجاز. السيد الرئيس وعدنا بدورة استثنائية يقدم فيها حصيلة، لأن غبت في هذه الدورة، وهذه الحصيلة تمسنا أيضا قدمنا بتوصية أن تكون عبارة عن إنجازات ونسبة أداء، وماشي فقط التزامات، لأن الالتزامات ديجا مجلس الجهة وفي خطط كثيرة سابقة قدم مجموعة من الالتزامات مع شركاء متعددة. مساء الخير مع جماعة تنزل دائرة الخير ونعود في الجهة. هذه الجهة تميزت واحد المجموعة ديال ناقشنا فيها وصادقنا على واحد المجموعة ديال ناقشنا واحد النقاط وصادقنا على واحد المجموعة ديال الاتفاقيات مع الجمعية ديال المجتمع المدني، مع وزارة الرياضات، مع صحيح النشور، الكهرباء، الرياضة إلى آخره. تنشوف أن هذه الدورة تمتاز واحد المجموعة ديال المشاريع المهمة، وهي مجالية. محمد بوزيحاي، عضو في مجلس سوس مسا، رئيس فريق الوحدة والتعاملية المجلس. الدورة اليوم عرفت واحد العدد ديال النقاط مهمة اللي تمت المصادقة عليها، وأهمها هي الميزانية، اللي كان تدخل ديال الفريق مهم، وأكد بأن الميزانية غير كافية بتاتا للطموحات ديال تلبية طموحات الساكنة، وهذا هو اللي ركزنا عليه. وبالنسبة للنقاط الأخرى تمت المصادقة عليها كلها بالإجماع.